مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اهلا بالاصحاب. مثل كل حلقه بيكون فيها كثير فقرات، وهلا رح بقول لكم شيء فقرات تبعوا حلقه اليوم. الفقره الاولى قصه اليوم رح بتحمل عنوان حديقه البلديه. بفقره بسينه او كلب رح نحكي اليوم عن قرد البابون. بمغامرات غادي اليوم المغامره بتحمل عنوان عندما حلمت حلما مزعجا. اليوم كمان صديقنا بوبو رح يطرح علي سؤال، ويلي هو ليش بيتغير شكل القمر. واخر فقره لحلقه اليوم تحمل عنوان قصص جدتي نجمه، وحلقه اليوم بتحمل عنوان جدي مريض جدا. ولكن بدايه منبلش بقصه اليوم ويلي بتحمل عنوان حديقه البلديه. قصة اليوم بتحمل عنوان حديقة البلدية. كل يوم سوسن، ريما، هدى ولما بروحوا على حديقة البلدية وبيلعبوا هنيك وبمضوا أحلى الأوقات. بس من بعد فصل الصيف الحديقة صارت منا نظيفة أبدا وبحاجة لحدا ينظفها. قرروا ريما وهدى وسوسن ولما إنه ينظفوا الحديقة، لأنه كانوا يلعبوا دايماً بالحديقة وصارت مشوية. بس ما راحوا لوحدهم تينظفوا الحديقة، قالوا لأصحابهم كميل وربيع وفريد وأمين تيروحوا معهم ويساعدوهم بتنظيف الحديقة. ونيكي بالحديقة البلدية اشتغل كتير منيح الأصحاب لتنظيف الحديقة، وكمان ساعدهم المسؤول تبعول الحديقة يلي طلبوا منه الإذن إنه ينظفوا حديقة البلدية. والمسؤول تبعول الحديقة كمان جاب عمال وساعد الأطفال لتنظيف الحديقة. كان يوم لا ينتسى، تسلوا كتير الأولاد وكمان استفادوا ونظفوا الحديقة يلي صارت كتير نظيفة. وما نسيوا إنه كل يوم يروحوا على الحديقة ويلعبوا هناك. بسينة أو كلب، اليوم يا أصحابي رح نحكي عن قرد البابون. اسمه هيدا القرد البابون، وبعيش هيدا القرد بالمناطق الاستوائية بقارة آسيا وبأفريقيا. هو من القرود الكتير كتير قوية والكتير عدوانية. بيتميز هذا القرد بوجود جيوب بقلب تمه، بقلب هالجيوب بيحفظ فيها الطعام. وأكيد بيتميز كمان بالذيل تبعوله الكتير طويل والحواجب تبعوله البارزة. وبيتميز كمان ذكر البابون عن الأنثى بحجمه الكبير، وبالإضافة إلى وجود شعر كتير على الرقبة تبعولته. بياكل قرد البابون اللحوم والنباتات، وأكيد كمان بياكل المكسرات، الزهور، البذور والفاكهة. بفقرة التالية يلي بتحمل عنوان مغامرات غادي، اليوم رح بخبرنا غادي عن حلم كتير مزعج حلمه. فعنوان حلقة اليوم عندما حلمت حلما مزعجا. حلم غادي حلم كتير مزعج وما بده يتذكره أبدا. وعي بالليل وكان كان حلم هذا الحلم، كان كتير كتير منزعج. خبر بيو بالصباح، فقال له بيو بتقدر تلعب شوية وهيك لح تنسي الحلم. بس للأسف غادي ما نسي الحلم. خبر أمه ذات الشي وقال له إنه أنا كتير انزعجت من هذا الحلم. فقالت له بتقدر تروح تزور أحد أصدقائك وهيك بتنسى الحلم. بس غادي ما نسي الحلم. خبر جده، فقال له جده تعا ساعدني بحمل الأغراض وهيك بتنسى الحلم. بس كمان وكمان غادي ما نسي الحلم. وخبر التيتا تبعه، فقالت له رح خبرك قصة وهيك بتنسى الحلم. بس كمان غادي ما نسي الحلم. وضل غادي يتذكر الحلم. بس خطرت بعدين على باله فكرة، جاب ورقة بيضة
ورسم على الورقة البيضاء الحلم المزعج يلي حلمه، وبعدين أخذ الورقة البيضاء وخزقها وكبها بالزبالة. وبالتالي بهيدي الطريقة غادي نسي الحلم يلي زعجه كتير كتير كتير. وانتو بتقدروا تعملوا زيت الشي، لما بتحلموا حلم كتير مزعج بالليل بتقدروا تجيبوا ورقة بيضاء وترسموا على الورقة البيضاء هيدا الحلم، بعدين تخزقوا هيدي الورقة وتكبوها، وهيك رح تنسوا الحلم المزعج يلي حلمتوه. أسئلة صديقنا بوبو. اليوم صديقنا بوبو عم يسألني سؤال جديد، يلي هو ليش بيتغير شكل القمر؟ بيتغير شكل القمر كل ليلة خلال الأشهر، لأنه القمر بدور حول الأرض، والأرض بالتالي بتدور حول الشمس. وأحياناً بيكون القمر كامل، يعني بيكون دائرة كاملة، منسميه بدراً. وبعض الأحيان بيكون ظاهر القمر نصه بس، وبعض الأحيان بس ببين الهلال أو على شكل موزة. وبعض الأحيان كمان القمر بيختفي، بس القمر بيكون بعده بالسماء، بس بيتغير شكله طول الوقت وكل ليلة. والحقيقة إنه القمر بيتغير شكله لأنه بسبب نور الشمس يلي بينعكس على القمر، وبالتالي كل يوم وكل ليلة من عشية بياخد القمر شكل معين. قصص جدتي نجمة. قصة اليوم بتحمل عنوان جدي مريض جدا. مثل كل ليلة معود الحفيد تبعو الجدة نجمة تخبره قصة، بس اليوم قالت الجدة نجمة لحفيدة: جدك كتير كتير مريض، واليوم أنا ما بقدر خبرك خبرية لأنه أنا بالمستشفى معه. فكر كتير منيح الحفيد وعرف إنه بعض الأحيان لما بيكون الشخص مريض أو قلق لازم نتفهمه، ما لازم نطلب منه العديد من الأشياء. وكمان تفهم الحفيد بأنه تيتا نجمة قلقة كتير على جده لأنه هو بالمستشفى، بس بعض الأشخاص بفوتوا على المستشفى تيتعالجوا، وبعد فترة بيظهروا من المستشفى وبيصيروا بأفضل حال. من هيك أفضل فكرة عندما التيتا أو الماما أو البابا ما بيقدروا يخبروني قصة، بقدر خبر قصة لنفسي. بنهاية حلقتنا أنا بشكركم، إن شاء الله تكونوا تسليتوا يا أصحابي، وأكيد رح نلتقى بحلقات جديد. الله يكون معكم.